على موضوعنا الأول. في الوقت الذي جاء فيه ترتيب السعودية متأخرا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن اتخاذها إجراءات رسمية بإحالة مسؤولين وموظفين في شركة الكهرباء في المنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة خيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام 8 عقود بأكثر من 90 مليون ريال لشراء تراخيص تنفيذ برنامج إلكتروني. ايش رايك استاذ عقل؟ كنه نزاهه الايام الاخيره يعني متحركه شوي، صار عندها يعني صيدات شوي. اولا يعني يقولون هذا الخبر حق الكهرباء، اي الكهرباء سويت بيان او تصريح انه هذا احنا المعلومه مقدمينها النزاهه. اي يعني كانت تقول نزاهه ما هي بعد. لا يعني انا طبعا هي شركة في النهاية شركة تجارية لكنها مدعومة من الحكومة بالكامل. شركة الكهرباء يعني لولا الحكومة ما كانت، وفلوس الحكومة وعندها مساهمة قوية الحكومة، فهي يعني إذا أردتها نص قطاع خاص يعني. بس أنا أعتقد أن يعني مسؤولية نزاهة في الكهرباء وغير الكهرباء، بس أخشى ما أخشى أنهم يكونون عجزوا عن الآخرين. كيف من الآخرين؟ أدري والله، هم شو المؤسسين أصلا؟ مو بالشيء يعني بيدورونه عند حد إلا طيب هم قاعدين يدورونه يحللون. لا ما خلوا اللي هم يدورونه عندهم انكسوا على شركة الكهرباء. ما أدري يعني شو، ما تدري أنت؟ أنا ما أعرف. لا أنت قاعد تقول كلام خطير. لا أو أنك مضيع. إيش تقصد؟ نزاهة الحين قاعدة تدور وتعلن بس بعض النتائج. لا بس خلينا نكون صريحين. اي يعني من يوم بدت نزاهه، ايوه، وحنا في هالبرنامج وغير هالبرنامج، أيوة، وفي الصحف وفي كل مكان، أيوة، يقولون يا نزاهه راقبوا المشاريع الملياريه. طيب ما راحوا للمشاريع الملياريه؟ طيب شو ما راح. طيب شوف دكتور محمد، ايش رايك انت؟ اتذكر قبل شوي قبل البرنامج قبل نبدا ان عندك وجهة نظر تقول حتقولها عن الفساد. فأنا أعتقد أنه يعني هيئة بهالشكل هذا وبهالوضع هذا، إيه؟ لا يمكن أن تكافح فساد ولا غير فساد، لأن ما عندها أي صلاحيات. هي مجرد يعني مثل ما تقول مؤسسة رأي عام، يعني لا تفسدون خلوكم عقار. لا ولكن ما هي المطلوب منها؟ المطلوب لا، ما هي هي دولة، هي ما هي قطاع يعاقب. نحن أمام أمرين، أي أما أننا جادون في محاربة الفساد ومعناها يجب أن تفعل هذه المؤسسات، ويجب أن تعطى صلاحيات الهيئة حقين الأمر بالمعروف أو الشرطة. إلى اشتبهوا في أحد اقتحموا عليه وأوقفوا كل الشائع. المفروض مثل ما تصير في الدول الأخرى في الخارج، أيوة، عندما يكون فيه اشتباه فساد قوي تغلق المكاتب كلها ويخرج المسؤولين كلهم ويبدأ البحث في الأوراق، ثم يستدعى المسؤولون لتفسير ما هو موجود في الأوراق. والذي يبحث في الأوراق ما تكون ناس من نزاهة عامين، يكون ناس خبراء في نفس القطاع. يعني من يبحث في الكهرباء يأتي شخص مختص أو سبق عمل في الكهرباء معروف عنها النزاهة، وهو اللي يفتش في الملفات هذه. أما فيما يتعلق بالهرب دفاتر المحاسبية المفروض أنه أيوة كل شيء. شوف عندما تبحث تجد تصل للمعلومة، ما في كلام. إحنا ما إحنا بقل من الناس اللي يحاربون الفساد، ولكن تحتاج إلى صلاحيات في هالأمر هذا. أنا من خبرت تغيير المسؤولين عندنا في جهات معينة، وأول شيء يغير لو ما المسؤول ما له إلا سنة واحدة يجي يغير جهاز الكمبيوتر في الشركة، إيه، ويغير البرنامج لأن فيه توفير أجهزة وفيه توفير عقود وفيه يعني مجال من لا ما اتهم أحد بالفساد، ولكن فيه مجال يعني لإخفاء الأمور وكذا وكذا للأسف. واضح يعني. عبد الله، يعني رؤية المملكة هو قياس أداء القطاعات، رؤية المملكة 2030، ما تعتقد أنه سيقلص أو سيسهم في كشف الفساد على ما يقولون in advance، يعني في قبل وقته؟ يعني أتوقع أن محاربة الفساد يعني يجب أن تكون مكثفة
في الأيام اللي نعيشها هذه أكثر من قبل، يعني في الرفاهية ربما تكون غير مدركة لأن تأثيرها ما يكون واضح على المواطن أو حتى الدولة، لكن في وضع الاقتصادي اللي تعيش المملكة وتعيش المنطقة بشكل عام أعتقد أنه أصبح ضرورة، يعني مش مسألة اختيارية أو وطنية أو حساب بنكي مثل ما وضعوا قبل سنوات، يعني حساب نكتة. أنا في 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 نظري وجهة نظري أنه حساب نكتة، أنه في حساب إذا كنت أنت سارق أموال يتركونها الضمير الواحد أرجوك أموال وتبتها، يعني أرجوك رجعها الحساب هذا، يعني فهذا يساعد يعني بلد يعني ماشي بطريقة تعتقد أن المواطنين كلهم يعني خيرين والتوبة يجب ما قبل. لا لا يمكن من أول كان في شراكة جماعية لهذا الفساد، فيقولون يا أنت اللي سرقت ليت يعني اللي عندك يكفيك وترجع معهم. أنا أعتقد أنه يجب أن يوقف الحساب هذا، ويجب أن يحاسبوا الجميع، ويجب أن تكشف أسماءهم، يعني دائما يقال عن مشاكل كثيرة في الفساد ومفسدين معينين، لا نسمع أسماء تعاقب ولا نسمع أسماء تنسجن، هذه واحدة. المسألة الأخرى يعني إذا أنت تطالب بإعلان الأسماء والتشهير وسجن طبعا عشان الآخرين يرتدعون بهالشكل، بسرق أنا وأروح أحط في الحساب في إذا بلغت 60 ولا 70 راح تحطيت بالحساب وبنيت مسجد. في شغلة في مسألة أخرى مهمة الحقيقة، بيانات الوزارات المتعلقة بمثل هذه الأحداث هذه، يعني وزارة الكهرباء شركة الكهرباء علقت على الموضوع. كل دائما الإدارات الحكومية تعلق تعليق واحد في البداية أن الموضوع تحت الدراسة وكذا، ننتظر دائما تعليق لاحق لنتيجة لوحدة قبل تجيها النزاع اللي صار ما نعرف شيء، ينتهي الموضوع نهائيا. تحدث الدكتور محمد عن مسألة المخالب نزاهة. أنا أقترح أيضا وأضم رأي الدكتور أن المباحث الإدارية هي تطور بشكل آخر بحيث تكون إدارية وغير إدارية وتلحق بنزاهة بحيث تكون قوة تنفيذية، بحيث تقتحم، بحيث تعاقب، بحيث تكشف، لكي نزاهة تفعل. أستاذ محمد، حصول المملكة حصلت المملكة على المركز 62 من أصل 167 في مؤشر الفساد، مؤشر يعني مدركات الفساد، هل تعتقد أن هذا رقم جيد؟ لا بدون شك هذا رقم غير جيد، وأعتقد أنه يعني يبدو أن الرئيس هيئة مكافحة الفساد صرح بأنه في معلومات ناقصة لدى الجهة اللي وضعت التقييم هذا. الواقع أنا ودي أرجع لنفس الحوار اللي بدي بالأصل، أنه هيئة مكافحة الفساد تنقسم إلى جزئين رئيسيات، التوعوي، الجانب التوعوي والجانب اللي فيه نوع من زرع فضائل النزاهة. الجانب الثاني اللي هو تمثيل الحق العام في عندما يكون في حالة فساد. احنا دائما نقول مكافحة الفساد على اعتبار ان الفساد شيء هلامي موجود بس ما نشوفه، ما نقدر نقول بالضبط هذا الحالة دي حالة فساد. لذلك انا اعتقد القضية المهمة في عند الهيئة هي قضية إجرائية. الهيئة ليس لديها الإجراءات الكافية التي تستطيع من خلالها إجراءات بمعنى انه ما عندها إجراءات محددة بحيث أن تستطيع ان فعلا تحط يدها على حالة فساد معينة وبعدين تحيط به ومن بعدين تقولبه وبعدين ترفع للادعاء العام. لأنهم هم في الواقع هم ما يملكون حق أنهم يدعون بأن فلان فاسد، هم فقط يجمعون المعلومات. هم جهة، خلينا نقول هي جهة في الواقع، هي جمع معلومات وجمع دلائل قرائن وبعدين تحطها قدام الادعاء العام، والادعاء العام يتقدم للقضاء. فالقضية اللي من الصعب جدا أنك تسجن إنسان أو تشهر فيه ما لم يكون عليه حكم قضائي. هذا صحيح. وهذه هي المشكلة. فإذا المشكلة هي إجرائية، هل الهيئة لديها الصلاحيات أنها تكون هالإجراءات ذي اللي قد يكون بعض الصعاب صارمة؟ مثلا على سبيل المثال إذا صار في مظنة فساد في حالة ما، الهيئة لها حق أنها تسوي تيب أحمر على المؤسسة وتطلع كل موظفينه وتستلمه لمدة أسبوع. هي تحقق، ما في احد ثاني، ما في شيء اسمه افيدونا. وردنا كذا نما الى علمنا افيدونا انكم عندكم فساد ولا لا، ما يصير. لذلك الكهرباء الان تقول لك حنا قلنا لهيئه الفساد، ولا ترى ما عندهم سنه وما عندهم بالواقع راي، ما عندهم معلومات. ممتاز. تفضل. بس دائما يقولون حيل التقاعد او يعني او تقاعد مبكر، بعدين تكتشف انه يعني مسوّن جريمة والإدارة ما يبونها تنفض هالقصة، حلوة على التقاعد. إيش المطلوب طيب؟ يعني هذا الحين
أجهزة الدولة تساهم في التغطية على الفساد إذا حدث أحياناً. هذا خطر يعني. صحيح صحيح. فاصل ثم نعود إليكم.